هذا ذاك الحديدات وفين عندك الحريق دابا؟ عندي تما عندك الحريق. يلا نحيدو لك شويه غير الحريق. من عنده هو دابا عنده واحد الحاله سبيسيال، عنده الحديدات في رجله، ما نقدرش ندير شي حاجه سبيسيال. اللي عندي اللي غندير هو نحيد له شويه الحريق، غير ذاك الحريق ان شاء الله غيمشي. كتحس بالسخونه في كتافك؟ ها يلا دير ها كتحس بيها. السلام عليكم، سميتي حسن بن كتان، عمري 65 عام، وربي عطاني هذه البركة هذه 3 سنين. كيفاش داير هذه البركة هذه؟ حسيت بها اخويا كتخرج لي واحد السخونية من وسط يدي، وفين ما حطيت يدي الناس كيتعالجوا من عند الله. يعني من امتى عرفتي راسك عندك البركة؟ هذه 3 سنين. 3 سنين؟ وكيفاش كتعالج الناس؟ بالطاقة، أما بيدي كنحط يدي، أما حتى في الواتساب غير نشوف يشوفوا فيا في الواتساب، وربي كيجيب الشفاء. يعني كاين الناس شافيت فيهم؟ أخويا شافيت الناس، شافيت بزاف ديال الناس، وفي الواتساب وهم ديريكت، والحمد لله كل شيء ربي كيجيب له الشفاء. يعني بغينا تقربنا أكثر من الطريقة، يعني كيفاش كدير وكيفاش كدوي الناس؟ كنحط يدي صافي، ربي عطاني البركة في يدي وفي عيني. يعني الناس يقدروا يتصلوا بك تقدر في الواتساب كاميرا نشوف فيهم وربي كيجيب الشفاء، وداك الشيء كله غيحسوا به تما عندهم في الدار. تقريبا الريحه اللي كتخرج من يديك سيدي كيقول لك انا ما كنشماش، الناس كيقول لك ديال العود، انا ما كنشماش. يعني من يديك كتخرج الريحه ديالك؟ من جوج يدي، في وسط يدي الريحه ديال العود كتخرج. وهذه العلاجية يعني كتقدموا للناس بشي مقابل؟ لا يا خويا، في سبيل الله. يعني في سبيل الله صافي، ما كانش مقابل، ما كاين حتى حاجة. شنو تبغي تقول للناس اللي كينصبوا على عباد الله اللي منهم الله؟ شتي انا اعطاني الله هذه البركة وبغيت نفرقها هادشي اللي عندي. يعني الناس اللي كينصبوا على عباد الله شنو تقول؟ اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. أرى اليوم الناس أغدى لهم. وشنو تبغي تقول للناس اللي مرض بشي أمراض وما تقدرش الحمية تاعهم؟ شنو تبغي تقول؟ يهزوا كفوفهم الله ويطلبوا الشفاء. اللي بغى يجي عندك فين يقدر يوقع؟
غير في التليفون اخويا بلا ما يتعذبوا في الواتساب. اخويا الله يحوينك اللي كتبنا واحد الرجل ديالي. الرجل فين؟ اين بلاصه؟ عند الملاكية ديالها عند الجهة التناسلية ديالي. في لافراكتور؟ علاش تو اون فراكتور؟ ترسي؟ كانت ديجا عندي واحد اكسيدون خرجت لي هذيك الرجل. ايه ومن بعد دابا كدرك ديما؟ كيضرني العصب اللي غادي من لافراكتور للصبع. يلا الله يعطيك سترتها. فاش غدير؟ نعم غتحط يديك في ذاك البلاصه اللي كتحرقك. واخا الله يحمولي. بسم الله. مزيان هذيك هي الطاقه. الحمد لله ان شاء الله يرجب لك ربي الشفاء. الحمد لله الله يرحمك. خليك معايا. سير عيط لي داك العوجره في سبيل الله نعالجو راه. عيط له حيد يديك اخويا وشوف الله يعطيك ستر. مرحبا. الحمد لله استاذ. الحمد لله. مشى الحريق ولا ما مشاش؟ الحمد لله. ها نقص واحد شويه. الحمد لله. شحال نقص واحد شويه. شحال من واحد حتى لعشرة؟ شحال نقص؟ واحد 2% ولا 3% بعدا. يلا حط يديك الله يعطيك ستر. دابا عندك انفراكتور ما تاريسه. حنا دابا غير نحيدو شويه الحريق باسكو انفراكتور ما عندي ما ندير له. واخا نحيدو غير شويه الحريق اخويا. حط يديك. انا حط دابا. لا ها احنا نعالجوه ان شاء الله بعد الشكل. سخون ياك؟ سخون. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.